لا تحتارين. الحل مع دليل البرامج من قائمة البث التلفزيوني في انفيجن للوصول إليها. اضغط على قايد بالريموت واختر القناة المناسبة والبرامج اللي ودك تشوفها. ثم اضغط انفو في الريموت لكي تتنقل بين برامج القناة حتى 7 أيام للخلف بكل بساطة. إذا رغبت في مشاهدة برنامج مستقبلي، اختر البرنامج ثم اضغط أوكي لإضافة التذكير. أو اضغط رجوع إذا رغبت في البحث باسم البرنامج أو القناة اللي ودك تشوفها بالضغط على بحث. أكثر من كذا، تقدر تنظم برامجك المفضلة على كيفك بالضغط على النجمة في قناتك المفضلة. كذلك يمكنك مشاهدة قنواتك المفضلة عبر الوصول للقائمة الرئيسية منيو تحت قنواتي المفضلة. Thank you.